أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر، والذي نخصصه الليلة للمغرب والجزائر، ولكن نحاول دائما مواضيعنا أيضا نربطها بما يجري في منطقة المشرق العربي في فلسطين ولبنان. في صحيفة فرنسية لافوا دي نور تتحدث، لا أدري يعني مدى دقة معلوماتها ومصادرها أو تحليلاتها، بأن الجزائر والمغرب على شفا الحرب. تصور هناك تسلح أو تسليح في البلدين الحقيقة، وهناك خطاب لا يعني لا يبدو وديا بين الحين والآخر بين البلدين، وترى الصحيفة بأن أي حادث الآن قد يشعل حرب وأزمة حقيقية في المنطقة. وواضح بأن البلدين الحقيقة منشغلان بهذه الخلاف على حساب دورهم، لأنه تعرف هذا في النهاية هذا هدف غربي، يجب شغل كل هذه الدول العربية كل واحدة على حدة أو فيما بينهم حتى لا يلتفتوا إلى قضايا الأمة، وقضايا الأمة مهمة. فلا ترى أن المغرب تقدم شيئا لفلسطين ولبنان، ولا ترى أيضا الجزائر كذلك، وكلاهما يبدو منشغل إلى حد كبير وإلى حد بعيد في هذه الخلافات. أنا لا أعطي معلومة هنا، ولكن أسأل، هل ترون ذلك هو الفعل واقع الحال أم الأمر مختلف؟ على كل حال هذا موضوع ساعتنا الثانية. إذن المغرب والجزائر، هل شغلت الخلافات البلدين على حساب قضايا الأمة؟ ونتحدث تحديدا على فلسطين وما يجري في غزة بالذات، وأيضا العدوان المتواصل على لبنان. ومن يعمل على إشعال حرب بين البلدين في ضوء ما ذكرته الصحيفة الفرنسية لافوا دي نور، ما قد يزيد بالتأكيد من متاعب هذه الأمة المتعبة أصلا كما قلنا في فلسطين ولبنان. فقد نشرت هذه الصحيفة الفرنسية تقريرا حول ما أسمته تصاعد التوترات بين المغرب والجزائر، حذرت فيه من أن الوضع الحالي بين البلدين خطير، والتوترات المتصاعدة قد تدفع إلى مواجهة مسلحة بسبب النزاع على الصحراء، وأي حادث صغير قادر على إشعال فتيل نزاع مفتوح وفق الصحيفة الفرنسية. وأشارت صحيفة صوت الشمال لافوا دي نور إلى الحادث الأخير الذي وقع بالقرب من بلدة المحبس بالصحراء، حيث هاجمت مجموعة من مقاتلي بوليزاريو التي تتلقى دعما من الجزائر تجمعا مدنيا وفق المصدر طبعا، ما أدى إلى مقتل المهاجمين قبل وقوع إصابات بين المدنيين. الصحيفة وصفت الوضع الحالي بأنه خطير، مؤكدة هشاشة وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ عام 91 في ظل التجاوزات والاتهامات المتبادلة. وقد عبر مجلس الأمن عن قلقه العميق إزاء تكرار انتهاكات وقف إطلاق النار، ودعا الأطراف المعنية إلى التعاون المكثف للتوصل إلى حل سياسي. الصحيفة الفرنسية أشارت إلى تحذير مركز الأبحاث الإيطالي أيضا IARI بداية سبتمبر الماضي من أن التوترات عبر الحدود بين المغرب والجزائر ما تزال مرتفعة، وأي حادث يمكن أن يؤدي إلى أزمة حقيقية في شمال إفريقيا. كما أورد التقرير تصريحات وزير الخارجية المغربي الذي اتهم الجزائر بالسعي إلى حرب في المنطقة ردا على النجاحات الدبلوماسية، وفق قوله التي حققها المغرب في ملف الصحراء الغربية بما فيها اعتراف دول كإسبانيا وفرنسا بسيادة المغرب على المنطقة. وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن حجم التسلح بين الطرفين في تزايد، حيث اتخذ البلدان خطوات لتعزيز قدراتهما الدفاعية مع شراء المغرب أسلحة متطورة كصواريخ AGM وقذيفات هايمارس من الولايات المتحدة، إضافة إلى سعيه للحصول على دبابات حديثة من طرازات تشيكية وإسرائيلية. في المقابل قامت الجزائر بشراء مقاتلات SU من روسيا، إلى جانب عرضها صواريخ اسكندر أي الباليستية قصيرة المدى. طيب، نعود إذن إلى هذه الصحيفة الفرنسية لافوا دي نور، تقول بأن المغرب والجزائر على شفا الحرب. هل تصدقون ذلك؟
ربما هذا جانب من الحديث. الصحيفة تقول أي حادث قد يؤدي إلى أزمة حقيقية. لكن سنحاول أن نربط كما قلنا بين هذا التوتر، وهو توتر حقيقي على كل حال، لكن ما هو مستواه هذا لا نعلمه. الصحيفة تراه بأنه في مستويات كبيرة ربما، وأن أي حادث قد يؤدي إلى انفجار المنطقة. لكن هذا التوتر برأيكم بين جارين مهمين في المنطقة، ألا يشغلهما فعلا عن واجبات والتزامات قومية في فلسطين ولبنان؟ يعني أنت الآن منشغل في خلافاتك مع المغرب، أنت أيها الجزائري، وأنت أيها المغربي أيضا منشغل بخلافاتك مع إخوانك وأشقائك في الجزائر. واضح بأنك مش فاضي ولا وقت لديك أن تلتفت لمواضيع مهمة مثل فلسطين ولبنان. قد يقول قائل والله القضايا الوطنية أولا، ولكن هذه مش قضايا وطنية، هذه خلافات مفتعلة يريدون تفجير الأمة من أقصاها إلى أقصاها. شو هي الخلافات بين الجزائر والمغرب؟ يعني لو توفر عقلاء كان قضية الصحراء هذه حلت منذ زمن. ولكن المسألة تسير سنة وراء أخرى، والحدود البرية مغلقة منذ منتصف التسعينات، وهلم جرة. والآن الصحيفة الفرنسية تقول لك بأن الأمر يعني وصل إلى حدود يعني قد تنفجر في أي لحظة. طيب، على كل حال أعود للجمهور بعد قليل، ولكن الآن نرحب بضيف حلقتنا. ينضم إلينا الدكتور البشير النفزي، مدير مرصد الدبلوماسية والدراسات الاستراتيجية من باريس. دكتور النفزي مساء الخير، لعلك اطلعت إلى هذا على هذا التقرير الذي أوردته صحيفة لافوا دي نور الفرنسية. ما مدى خطورة وجدية هذا التقرير فيما يتعلق بأن الوضع بين المغرب والجزائر على شفا حرب كما تقول الصحيفة؟ نعم، بداية تحية إليكم أخ صالح، تحية إلى كل مشاهدي قناتكم الغراء. أهلا بك. هي بالفعل وما يعني ما وصلت إليه بالمناسبة في تعليقك الأخير هي تراكمات وأزمات، جانب منها طبعا مفتعل، ولكنها جوانب تخدم بالفعل أجندات محلية لكل وإقليمية، لكل من المغرب، السلطة المغربية وكذلك السلطات وأساسا السلطات الجزائرية. طبعا التقرير الذي تفضلتم بذكره لا يبالغ كثيرا، بل أنه يعني يقوم على استشهادات واضحة، وأن بعض التطورات الميدانية الحاصلة مؤخرا بالفعل تدفع على الريبة، وعلى أن الوضع يشي بأن يتطور للأسف نحو الأسوأ. تعرفون أن مؤخرا وقع يعني حتى عملية إطلاق نار بين قوسين حصلت في مستوى حدودي، ونسبت للمجموعة البوليساريو هذه الهجمة، وطبعا هذا خلف استياء، واعتبرت أنها أطلقت حتى من الأراضي الجزائرية، فهذا خلف استياء وحالة غضب كبيرة في المغرب. في الحقيقة كما تفضلتم المسألة أصبحت اليوم يعني أبعد ما يكون للأسف عن نوايا الحل الصادقة، رغم كل المحاولات التاريخية. لعل حتى نؤرخ بين قوسين ونعود لبعض الحقبات التاريخية، ففترة مثلا الرئيس بوتفليقة رغم عديد المجهودات، وهو الذي حكم مدة 20 سنة تقريبا الجزائر، وتعرفون أن يعني رئيس بوتفليقة المرحوم بوتفليقة يعني هو مولود في المغرب، وله حتى علاقة وجدانية مع المغرب، ورغم ذلك رغم بعض المساعي والتي اعتبرت فترة نوعا ما بعض ملامح التهدئة في تلك الفترة، إلا أنه لم للأسف طبعا نقولها كأبناء هذه الأمة وكأبناء المنطقة، طبعا لم تصل النتائج إلى مستوى تطبيع علاقة طبيعية بين جارين شقيقين مرت بحقبات تاريخية متشابهة بنفس المستعمر جزئيا بمسيرة نضالية، يفترض أنه نوع من البناء المستقبل المشترك في ظل أن العالم يعني يتجه نحو التكتلات. طبعا هذا الصراع دل بدلوه على الإقليم ككل، وأصبح معيارا لتصنيف نظام هذا البلد موالي لهذا للمغرب، أو هذا البلد موالي إلى الجزائر. بالفعل حتى ألخص المشهد حتى وبعدها إذا أردتم نصل أو نذهب إلى التفصيل، فأصبحت عملية نوع من تنازع النفوذ الإقليمي
الصحراء الأغلب الصحراء الغربية تاريخيا لا أريد أن أعود للتاريخ بالتفصيل، ولكن استراتيجيا تعتبر يعني فلنقل بالنسبة للجزائر فرصة أو فلنقل مصلحة واضحة من أجل الانفتاح على الأطلسي، وكذلك بما تزخر به المنطقة من ثروات الفوسفات وكذلك ثروات سمكية وغيرها. وبالنسبة للمغرب هي مسألة سيادية، وقد عبر على ذلك منذ تقريبا بعض الأيام الملك المغربي عندما تكلم بأسلوب لم نعتده بين قوسين من العاهل المغربي أو السلطات المغربية، عندما كان الحديث منذ عقود نقول أنا أستطيع نقول من عقود على مبدأ اليد الممدودة هكذا اعتبرت في السياق الدبلوماسي، لكن الخطاب الأخير للملك المغربي كان فيه نوع من فلنقل النهر والنهي للجانب الجزائري، وكذلك الجزائري لم يذكره بالاسم ولكن طبعا من خلال التلميح، وكذلك تأكيد قطعي بأن قال جملة طبعا هي جملة فلنقل مفتاح عندما قال أن المعاهدات والقوانين الدولية لا في كل حال الأحوال والالتزام بها لن يكون هكذا قال لن يكون على حساب وحدة أراضينا. فالمسألة مسألة وحدة أراضي بالنسبة للمغرب، والمسألة هي مصلحة إقليمية استراتيجية بالنسبة للجزائر. وفي بين ذلك وذلك يعني وقعت الحشوات بأنواعها والتصنيفات بأنواعها، بأن وقع المغرب فلنقل في صفقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل الاعتراف الواضح والصريح بمغربية الصحراء، وحتى طبعا دخلنا في مسار التطبيع الكامل والتام والعنني للمغرب مع الكيان. وبالنسبة للجزائر أخذت منحة ثانيا، وطبعا هذا دلا بدلوه، وفي كل الأحوال المتضرر الأكبر بخلاف المغرب والجزائر هي يعني الوطن المغاربي الكبير، الجسم البناء المغاربي الكبير الذي كان يمكن أن يكون يعني فلنقل ليس فقط قوة إقليمية بل قوة إقليمية استراتيجية باعتبار الموقع الجيوسياسي باعتبار الإمكانيات الاقتصادية. ولكن عندما فلنقل فردت وتناقضت المصالح فتعطل هذا البناء، حتى وصلنا بالمناسبة أخ صالح إلى مرحلة يعني فيها شيء من الهزل عندما نجد اجتماعات قادة تحصل من خلال يعني إقصاء هذا القائد. بس أثناء هذا الزعيم أو ذاك، وهذا الحقيقة ربما أثر كثيرا على العمل المغاربي المشترك وأثر حتى على الأمة بأسرها كما سنتناول بعد قليل. ولكن قبل ذلك دكتور النفزي، ما يزيد ربما من المخاوف الحقيقة سباق التسلح الظاهر، يعني لم يعد خفيا الآن بين البلدين، حتى أن الملاحظين رأوا أن وزارة الدفاع الجزائرية زادت من ميزانيتها الحقيقة إلى حدود 25 مليار دولار، وهو مبلغ وصف بأنه ضخم للغاية. في هذه الزاوية يعني هذا التسليح المتصاعد ألا يؤدي إلى ما ذهبت إليه الصحيفة الفرنسية؟ بالتأكيد هذا التصعيد هو مقصود باعتبار أن يعني لو نعرف أو شيء فلنعود إلى الأساسيات والبديهيات. الجزائر يعني الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية انبنت الأسس يعني الأسس التاريخية للجزائر كان جيش جبهة التحرير وثم الجيش الجزائري، والذي كان هو يعني عنده وما زال عنده حظوة وسلطة وتواجده يعني حتى في فلنقل تفصيلات صنع القرار السياسي في الجزائر وحتى من خلال النفوذ الإقليمي أبعد من ذلك. فبالتالي أن هذه القوة فلنقل العسكرية تعمدت الجزائر في السنوات الأخيرة إلى أن تدفع بها أكثر، إلى أن تنميها، أن تخصص الميزانيات التي هي بالفعل أمام كل التحديات التي تعيشها الجزائر كما كل الدول المغاربية والعربية والإسلامية، يعني من حيث الصعوبات الاقتصادية، من حيث تفشي البطالة، مستوى التعليم وغيره. فهذه الميزانية تعتبر مرتفعة، وكأننا نتحدث اصطلاحا على ميزانية حرب، يعني وكأنها دول في حالة حرب. وبالتالي هذه الميزانية الضخمة
وكذلك بالمناسبة في المغرب نفس تقريبا لا أقول نفس الميزانية ولكن نفس التوجه نحو التسليح، حتى أنه في التصنيفات العسكرية مثل موديست وغيرها فأنه يضع الجيوش الجزائرية والمغربية في طريقة الجيوش الإفريقية وكذلك حتى طبعا المغربية هذه في الصدارة ولكن إفريقيا وحتى عربيا. فبالتالي هذا السباق التسليح فيه يشي بأن هناك حالة توازن، إذا أردنا أن نسميها توازن رعب إقليمي، ولكن هذه الوضعية في ظل كل فلنقل الإجراءات والخطوات السياسية الحاصلة مؤخرا، والتي تعرفون أن أحد هذه الخطوات وليس آخرها هو مثلا يعني فرض الفيزا أو التأشيرة على المغاربة، حتى المغاربة من جنسيات أخرى، يعني هم يحملون زواج ثاني مغربي قد يكون مثلا لا أعرف جنسية مثلا تونسي وعنده جنسية مغربية، التونسي من حيث المبدأ يستطيع الذهاب للجزائر دون حاجة إلى جواز عفوا إلى تأشيرة، فأن يكون له جنسية مغربية فتصبح الجنسية المغربية مقدمة على الجنسية التونسية، ويفرض عليه رغم تمتعه بالجنسية التونسية أن يعني يتحصل على تأشيرة تفرض عليه عفوا للدخول إلى التراب الجزائري. مثل هذه الخطوات، مثل أبسط خطوات يعني حتى في التعاطي الإعلامي والتصعيد عفوا اللفظي والإعلامي كذلك السعي حتى وصلت الأمور يعني من المهازل، بالفعل هي المهازل، يعني لو نعرف قيمة المغرب وقيمة الجزائر التاريخية ويعني قيمتهم على الإقليمية وكذا، أن هناك في تلفزيون عمومي حتى نتكلم على مقابلات رياضية حتى في نتائج كروية لا نذكر اسم البلد لأنه مثلا المغرب أو لأنه الجزائر، فنقول انتصرت إسبانيا مثلا أو انهزمت إسبانيا أمام الفريق ذلك الفريق وتبنى في صيغة، فبالفعل هذا كله لا يدعو إلى التفاؤل. كذلك وهذا الحدث الذي ذكرتهم إلى يعني ذكرتم إلى حضراتكم منذ قليل والمتمثل في هذا والذي وقع تصنيفه مبدئيا في مسألة عشائرية ونوع من التحرك الذي قامت به البوليساريو مع إرسال رسائل بأنها عملية مفردة أو فردية ودون العودة إلى النظام الجزائري أو غيره، كلها أشياء تدخل في دائرة المناوشات التي لا تبعث على الطمأنة. المناوشات والتسلح وسباق التسلح ربما قد يقود لا قدر الله يوما ما إلى اشتباك لن يكون محمود طبعا، والمنطقة ترزح تحت أوزار وحروب أخرى. وهنا أتجه إلى المشرق العربي، أنت أشرت منذ قليل إلى تأثير هذا الصراع والخلاف بين الجارين الشقيقين المغرب والجزائر على الاتحاد المغاربي، فكيف هو التأثير برأيك أيضا على ملفات الأمة المهمة أكان في فلسطين أو لبنان؟ دور الجزائر يفترض يكون أكثر حضورا وكذلك المغرب، لا نرى حضور الحقيقة إلا باهت لكلا البلدين على غرار باقي الدول. هل انشغلت الجزائر والمغرب عن قضاياها القومية إنجاز القوم؟ انشغلت الجزائر والمغرب عن قضاياها القومية بطريقة واضحة وفاضحة لم ينتظرها المشرقي كما لم ينتظرها المغاربي كما لم ينتظرها يعني أي شخص بما فيهم أعداء هذه الأمة بين قوسين، على اعتبار أن مثلا لنستحضر بعضا من الذاكرة أنه بعض الأشهر الماضية في بعض أو في مناسبة تمثلت في استعراض عسكري حصل في الجزائر كانت هنالك دعوة يعني أعلى قيادة حركة حماس كضيوف شرف في هذا الاستعراض العسكري، وكانت من خلال ذلك رسالة واضحة أو نوع من في إطار هذا أنا أعتبر طبعا مع كامل الاحترام والإجلال إلى المواقف القومية الجزائرية ويعني هذا لا أشكك فيه بتاتا، ولكن كانت المسألة كذلك حمالة لرسالة للجار العدو اللدود بين قوسين المغرب من أن يعني أنتم ذهبتم في مسار التطبيع التام ومع مع مع الكيان، فنحن من جانبنا فلنا هذا التمشي.
طبعا هذا جميل يعني ظاهريا وكذا، ولكن على عندما وقعت الفأس في الرأس، وعندما صارت أحداث 7 أكتوبر وما بعدها، وعندما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وخاصة اليوم الاعتداءات المتتالية، لم نرى لا الجزائر حضوريا ولم نرى كذلك المغرب الرسمية، وهنا نؤكد طبعا على الأنظمة. نعم من كلامنا الشعوب والتي هي لا أقول مغلوبة على أمرها، ولكنها تجتهد ويعني في إطار المستطاع. يعني الشعوب، الشعب المغربي كان من أكثر الشعوب التي خرجت في مسيرات وداعمة لفلسطين وأهل غزة، وكذلك حتى تعرفون الأحداث الأخيرة أن المغاربة كانوا موجودين. الجزائريين طبعا لا يمكن أن نناقش ولائهم ودعمهم للقضية، ولكن الأنظمة هي دخلت في حسابات واضحة تجعل من مجرد الدعم العلني هي خطوة محسوبة جدا سياسية، بمعنى أن الجزائر مثلا بعد ذلك الحضور الذي مثلت قيادة المقاومة حينها أنه شكل نوع من العبء الداخلي، جعل من الجزائر وكأن بعد أحداث، خاصة أتكلم على بعيدة أحداث 7 أكتوبر، أنها ستحمل وزرا دعما عسكريا واضحا، لأن في نهاية الأمر هذه القيادة حضرت إلى استعراض عسكري، فهذه رسالة لا تفهم إلا كذلك. فطبعا اختارت أن التموقع أو التقوقع والحوطة في أخذ المواقف، بخلاف أنه هو لأولي الإشارة، وأنا كمتابع على كل حال ومرصدنا لطبعا الأحداث والتحركات، لا ننكر الدور القوي الذي قامت به الجزائر من خلال الأمم المتحدة، من خلال مجلس الأمن الدولي عندما كانت الجزائر ممثلة فيه في مقعدها، وكانت هي من خلال الكتلة العربية أعلى صوتا من كثير من الدول الأخرى، حتى العربية، حتى جيران يعني الفلسطينيين، وكان هذا يعني يحسب لها. طبعا وهنا المغرب من الناحية الأخرى كذلك المسألة استراتيجية، هو اختيار استراتيجي بالنسبة للمغرب أن طبعت مع الكيان تطبيعا تاما، وطبعا مسألة أن تكون ناصرة لغزة وللمقاومة هذا سيطرح إشكاليات كبيرة، في خاصة واليوم نحن نتحدث على عودة الرئيس ترامب، وطبعا هناك حسابات تحسب وأشياء تخطط للمستقبل، وملفات بالجملة أساسها الملف المغربي الجزائري الذي أظن، ورغم مسحة الأمل ولكني لست متفائلا جدا بصراحة، وأعتبر أن الأمور يمكن أن تتطور في أي وقت نحو الأسوأ. طيب في هذا السياق دكتور النفزي، حتى نختم ونعطي فرصة للجمهور في نصف دقيقة لو تكرمت، نعم، هل ترى من العقلاء في البلدين ما يمتلك القدرة على ضبط الأمور في أي لحظة قد تكون خطيرة، وبالتالي تعود الأمور ربما إلى حوار قادم وبحث عن حلول، أم أن المسألة صعبة للغاية الآن في ظل هذه الأوضاع وهذا التسلح؟ نعم، سؤال جيد جدا، لا أعرف هل هي تكفي نصف دقيقة يعني الإجابة عليه باختصار. على كل حال سأختزل كثيرا، العقلاء طبعا موجودين، وملك المغرب مثلا محاط بمستشارين لهم من الكفاءة والمسؤولية والدهاء، فلنقل ما يجعلهم يعني يقيسون الأمور، ونفس الطريقة تقريبا الجزائر كذلك، ولكن لا سأختصر الأمر وأقول أن إذا الله لا يقدر نقولها بالتونسي وساءت الأمور، فطبعا أو كانت هناك بوادر يعني انفجار أمور، فطبعا لن نصل إلى ذلك، على اعتبار ليس بتحكيم العقلاء ولكن بضغوط القوى الإقليمية، لأن أشياء لأن إقليمية ودولية بالمناسبة، لأن يعني التوتر الحاصل في المشرق العربي لا يحتمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يكون هناك يعني توتر ثاني، هذا مما لا يمكن أن يحصل، وبالتالي سيكون للقوى الإقليمية إسبانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية دور في الضغط التام، وروسيا طبعا باعتبار أن عندما تتكلمون على الجزائر والتصرف الجزائري نتحدث مباشرة على روسيا، فطبعا سيكون لهم دور
في تهدئة الأمور وفي عدم تطويرها، مع كامل التمني أن نصل يوما ما إلى تجاوز كل ذلك، لأن حضرتك قلت أن المسألة مستعلة ولكن عندها جذورها التاريخية، يعني لا شك لا شك وتفصيلاتي عندها جذورها. إذا ما تجاوزنا عندما تجاوزت الجزائر ما يعرف بالعشرية السوداء وقام بالمصالحة الوطنية، لا أظن أن الأمور مع المغرب يعني أو المغرب كذلك، حتى لا نحمل مسؤولية الجزائر ولا نتركها للمغرب، أن يمكن التغاضي عن كل ذلك من أجل بناء مشترك، من أجل ضبط الأمور لصالح الأمة بالأساس التي تعاني الأسر. الدكتور بشير النفسي، مدير مرصد الدبلوماسية والدراسات الاستراتيجية من باريس، أشكرك جزيل الشكر. على كل حال، بين الآمال والواقع أحيانا يكون بون شاسع. طيب، كيف ترون أنتم جمهوري الكريم اللي راح يشارك معي الآن، كيف ترون الوضع الظاهر والباطن بين الجزائر والمغرب؟ هل تصدقون هذا التقرير الذي تحدثت عنه صحيفة لافوا دي نور الفرنسية؟ لا شك أن هناك مصالح من إشعال الحروب في العالم، تعرفون شركات السلاح ورغبتها، يعني هذه حاجة طبيعية. لكن أيضا كما أشار ضيفنا، بالتأكيد بعض الدول في المنطقة، في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، ليس من صالحها أيضا أن تشتعل الحروب في أطرافها، لأن تعرفون الحروب تؤدي إلى هجرات، وهذه الهجرات الدول لا ترغب فيها وتعبت جدا من هجرات عديدة أيضا في العقود الأخيرة. على كل حال، عوامل عديدة تدخل في هذا الملف، لكن ما يعنينا أيضا أن نطرح السؤال الذي نود الحقيقة التركيز حوله، وهو: هل ترون أنه كل ما يجري بين الجزائر والمغرب أكان خطيرا أو أقل خطورة، أكان يقترب من حرب أو أبعد من ذلك، أو المسألة ربما مبالغ فيها، لكن ما يعنينا أيضا: هل تأثر دور المغرب ودور الجزائر فيما يتعلق بالقضايا القومية؟ أين هي المغرب؟ أين هي المغرب في القمة العربية لا نكاد نراها، في ملف فلسطين وملف لبنان لا نكاد نراها؟ أين هي الجزائر كذلك؟ أنا لا أقارن يعني بين هذا وذاك، كلاهما بلدان عربيان حتى لا يفهمني أحدهم غلط، أنا أتحدث عن أنظمة بسبب هذه الخلافات البينية يبدو أنها أثرت تأثيرا مباشرا وكبيرا على دورها العربي والقومي. طيب، زينة العلي من ألمانيا تقول: قمة منكسة لرؤوس كل شريف، ربما تحدث عن قمة العربية الإسلامية في أمتنا، انتهت بالشحاذة كما تقول هي، إن كان حكامنا عبيد لظلامهم فأين الشعوب التي عزها الله بالجهاد وما زالت تنتظر من حكامها الفرج، تقول زينة العلي من ألمانيا. طيب، أبو سجا من جنوب فلسطين يقول: لو أن العرب والدول الإسلامية خصصوا ميزانية القمة التي انعقدت أمس في السعودية بكافة مصاريفها وقدموها لغزة، أعتقد أنه أفضل من اجتماعهم. يقول: قمة مثل ما سبقها من قمم ونفس العبارات والخطابات منذ 30 سنة كما يقول لليوم، ولدي شك أنه نفس الشخص يكتب لهم هذه الخطابات، يقول أبو سجا. طيب، أبو حسام من الأردن يقول: من شروطهم في القمة عدم التجارة مع العدو وداعمي الصهاينة وأولهم السعودية، تجارة النفط مع الداعم الرئيسي أمريكا، ولا توقف تصدير النفط للمحتل بطرق غير مباشرة، نفاق واستعراض أمام الشعوب لإكمال الإبادة بهدوء، يقول أبو حسام من الأردن. طيب، نأخذ بعض الاتصالات. مليكة من إسبانيا، مساء الخير. مساء الخير، يا هلا بيك. أنا والله العظيم كل يوم يعني عايز أتكلم لما أشوف البرنامج ده، يعني بيدخل السرور إني أشوف الحاجات دي. والأولا عايزة أقول لشهداء الفلسطينيين واللبنانيين، أنتم شهداء وكنت منهم، الله ينصرهم والله يقويهم على الصهاينة. وثانيا فيما يخص، عايزة أقول رأيي في لما يوقع بين المغرب والجزائر.
يعني احنا جيران كما كنقولوا، يعني احنا جيران واحنا بنشوف الحروب هي كيفاش كتكون، يعني كيفاش كيكونوا الناس ما في مأوى، ما في صحه، ما في. احنا يعني عايزين ان الاخوه الجزائريين والمسؤولين الجزائريين والمسؤولين المغاربه يعني انهم ياخذوا بعين الاعتبار الحاجات اللي توقع دلوقتي، عشان الحروب يعني هي ما تجيبش حاجه كويسه. عارف يا اخي؟ لا لا فاهم فاهم. يعني ما تجيبش يعني حاجه كويسه، واحنا كنتمنوا يعني من المسؤولين المغاربه والجزائريين انهم يعني يهتموا بحاجات احسن من الحروب. طيب عبد يعني مليكة برايك يعني ما الذي يؤخر يعني التهدئه بين البلدين؟ لماذا تاخرت لعقود طويله الان؟ وهي مشكلة يمكن حلها، يعني ليست مستحيلة مشكلة الصحراء، فلماذا النظامين الجزائري والمغربي، لا نتحدث عن الشعوب، الأنظمة لماذا هي متصلبة كل في خندقه برأيك؟ والله احنا انا من انا تفضلي. اسمح لي يا استاذ، انا والله من رأيي ان المغرب بقاله يعني كثير زمن يعني كثير هو مش عايز يدخل للحروب والحاجات دي. يعني من رأيي أنا اللي بشوفه، يعني إحنا المغاربة مش عايزين يعني لا حروب ولا عايزين سلم مع إخوة الجزائريين. بس مش عارفة يعني إحنا ما يعني الجزائريين ما عندهمش حاجة عندنا، يعني الصحراء هي صحراء مغربية عارف، وكانت يعني بيحتلوها الإسبان ورجعها المغرب. يعني طيب حتى لا نغرق في الصحراء. أشكرك مليكة من إسبانيا، أشكرك وإن شاء الله ما تكون المداخلة الأخيرة، يعني مرحبا بك دائما. عبد المالك من المغرب. عبد المالك، تابعت معنا ما ذكرته الصحيفة الفرنسية، تعليقك. السلام عليكم. وعليك السلام. في نظري المغرب والجزائر هم أشقاء منذ القدم. يعني نحن دولتان نشترك في نفس الديانة، نفس اللغة، نفس التاريخ. طيب الصحيفة الفرنسية تبالغ إذن؟ الصحيفة الفرنسية تبالغ فعلا، ولكن أظن أن لو الجزائر أرادت الصلح مع المغرب، المغرب سيفتح لها يديه بكل أريحية. هذا رأيي. جميل. طيب هل ترى عبد الملك، حتى نربط أيضا مواضيعنا التي أردنا نتناولها أو الزوايا، هل ترى أن الخلاف بين الجزائر والمغرب أثر في دور البلدين، المغرب والجزائر معا، دورهم في فلسطين ودورهم في 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 في, في لبنان الآن؟ نعم أثروا فعلا، هو ضيع هذا الخلاف، ضيع عليهما الكثير، يعني اقتصاديا واجتماعيا وتجاريا، حتى الكل غير مستفيد يعني. ولكن الكل غير مستفيد، هذه نقطة مهمة. إذا من المستفيد؟ أعطيني، ابحث حول البلدين، مين صاحب المصلحة ومين صاحب الاستفادة ومين الذي يبحث في إدامة هذا الخلاف بين البلدين؟ المهم حسب مثلا الجزائر تقول أنا لست طرفا في النزاع، ولكن هي تساعد الانفصاليين بكل شيء، لوجستيكيا نعم. وسلاحيا واقتصاديا. لماذا تقول لها هي لا تطرف؟ يجب ان تجلس في الطاوله وتناقش مع الاخوه المغاربه وتتنازل وتحاول ان تبحث عن الحل، لا ان تضع العصا في العجله. شكرا لك عبد المالك من المغرب، اشكرك. كلام جميل، اجلس مع اخوك المغربي يا اخي، حتى لو عندك مطالب اطرحها. أنا أريد مثلا، أنا لا أقول أنه هذا ما تريده الجزائر، لكن أنا أقول أنا أريد منفذ مثلا على المحيط أو لا أدري ماذا، أعطوني قطعة أرض لا أدري، يمكن يعني تفاوض، هذا تفاوض ممكن وارد، لا أقول بأن المغرب ستقبل بذلك، ولكن تفاوض يعني. لكن إغلاق الأبواب من الطرفين مشكلة، لكن ما يعنينا كما قلنا أنه هذه الأزمة عرقلة التنمية في المنطقة. أنتم فاهمين ولا مش فاهمين؟ حتى ما نغرق في الصحراء كقضية، نعم هذا هو لب المشكلة، لكن الخسائر هي الكبيرة. اتعرقلت التنمية في البلدين، تعرفون أنتم بلدين مهمين مثل الجزائر والمغرب، كان ممكن يكون تبادل تجاري بينهما ضخم للغاية،
ركز معي الخسائر لكلا البلدين على مدى عقود. الحدود البرية مغلقة منذ عام 94. شوف أنت الخسائر أيضا في التجارة البينية للناس للمواطن العادي. تأثير هذه الأزمة على الاتحاد المغاربي، احنا كنا نحلم أن يكون اتحاد مغاربي وتكون تجارة حرة ويكون مرور حر ويكون قوة اقتصادية وسياسية، وينها الآن؟ التأثير، وهذا الذي أردنا أن نتناوله على قضايا الأمة المهمة. أين هي الجزائر والمغرب الآن؟ على فكرة المغرب ليست بلد بسيط والجزائر كذلك، بلاد يعني بلدان مركزية في الأمة، وينها الآن في قضية فلسطين وفي لبنان؟ يعني الواحد يتمنى الحقيقة، يتمنى أنه يرى خطابات مزلزلة في القمة العربية للملك المغربي وللرئيس الجزائري، يتمنى يرى مواقف ثابتة وسقف عالي في فلسطين وفي لبنان، وينها؟ يبدو أن هذه الأزمة دفعت البلدين للتقوقع والاهتمام أكثر بما يعنيهما أكثر مما يهتمان بالقضايا القومية، ولا لا؟ ولا أنا مخطئ؟ طيب محمد من المغرب. سهلا، يا أهلا بيك، حياك الله. الله يبارك فيك. بداية، الصراع الجزائري المغربي هو صراع مفتعل، بخصوص القضية اللي هي المغرب السنوات الأخيرة فصل فيها، وأن أزيد من خمس عقود والصراع يراوح مكانه، ولكن المغرب قدم حلول وقدم مبادرات اللي حقيقة تبنتها القوى الدولية، وخاصة الاعترافات الأخيرة لإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، دون عن قفز عن 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 عن, عن صراعات جيوسياسية، لأن هذا صراع الحرب الباردة بين الشرق والغرب، وبالتالي دول المنطقة ما زالت تعاني من ويلات هذا الصراع. طيب محمد، إذا كان الصراع مفتعل وهناك صاحب مصلحة ليس في المغرب وليس في الجزائر، يعني هناك صاحب مصلحة في هذا العالم من حولنا، طيب هل يدرك الساسة في المغرب والجزائر بأنه يعني الأزمة هذه هناك من يحركها ربما من بعيد وهو صاحب المصلحة ويريد أن تقع حرب ربما في المنطقة؟ هل يدرك الساسة في البلدين ذلك؟ السياسات التي نهجها المغرب طيلة الخمس عقود باستراتيجية انعدام الغماس أو الدخول في حرب مع الجار هي نجحت، وبالتالي تم تحجيم المسألة في 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 في, في مفاوضات التي أدت إلى المينورسو بالصحراء المغربية وبقوات أممية اللي أنهت الصراع الذي كان صراع عسكري إلى حد ما، ولكن كما قلت الصراع هو مفتعل على المستوى الجيوستراتيجي الدولي، عندما كانت هناك دول الشرق ودول الغرب، يعني صراع الشيوعية مع الرأسمالية، أدى إلى 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 انبثاق هذا الصراع بين المغرب والجزائر، مما فشل جميع السياسات النموية في المنطقة، وكما كنا نحلم بأن مغرب عربي قوي بدوله المغرب كمحور والجزائر، وبالتالي لا يمكن لنا إفشال الدور الحقيقي لهذه الدولتين، لأن الجزائر لا تريد، لأن المسلسل العسكري لا تريد حل لهذا الصراع، هي تريد القفز عليه. شكرا لك محمد من المغرب. الجزائر لا تريد حل لهذا الصراع، والجزائريون يقولون بأن المغرب أيضا لا تريد حل لهذا الصراع، وبقينا في هذه الدائرة لعقود طويلة. إلى متى أيها المغرب، وإلى متى أيتها الجزائر أو أيها الجزائريون؟ يعني فعلا يعني المربط يستغرب فعلا، ليش الأمة بهذا التشظي وبهذه الإشكاليات؟ يا أخي هذا أخوك جارك، عندما يئن المغرب لا يجد إلا الجزائر وموريتانيا بجانبه، فيأتيه المدد من الغذاء والدماء حتى إن طلب، وكذلك الجزائر.
المفروض أن نتحدث عن مبادئ عامة، نحن عرب ومسلمون وأمازيغ وغيره، لكن تضمنا هذه الجغرافيا ويضمنا دين واحد. المفروض أن الجزائري أيضا إذا اشتكى لا يجد إلا أخوانه المغاربة يعطوه حتى دماءهم إذا اقتضى الأمر. الآن جينا صحيفة فرنسية وتقول، لا أدري، أرجو أن تكون كاذبة طبعا، تقول لك أن البلدان على شفا حرب، ألا يدمي القلب هذا؟ لا، ومش أكثر من ذلك، أنت وأخوك على شفا حرب، وأخوك هناك في لبنان وفلسطين، هذا ما أردت أن أتناوله الليلة، أنت وأخوك على شفا حرب، وأخوك هناك في فلسطين ولبنان يذبح ويقتل بأيدي صهيونية. يعني أنت منشغل في خلاف مع أخوك ومع شقيقك اللي المفروض تكون يد واحدة معاه، وأخوك هناك يذبح على أيدي إجرامية صهيونية نازية. مش هذا يبعث على الغثيان؟ هذا هو سؤالي. سعيد من أمريكا، سعيد يا أهلا بيك، تفضل يا سعيد. سمعني أخ صالح؟ وعليك السلام أخ صالح. الله عليك، ملاحظتين بسرعة. الملاحظة الأولى، نحن شمال أمريكا المتضررين في برنامجك في لما غيرت التوقيت. والملاحظة الثانية أخ صالح، أيوة، هو السيد عرفات هذا أصبح يستغل الوقت، ولو تشاهد البرنامج للأخ محمد يوم السبت يوم الأحد كيف صب جام كل شيء الأكاذيب وصب كل شيء على المقاومة. هذه الملاحظة الثانية. أما أخ صالح فيما يخص الجزائر، والله أنا متابع القضية هذه، قضية الصحراء الغربية، من يوم تقريبا من 2 سنة. المتضرر طبعا أنت تعرف شعوب المغرب العربي أول، هذا المتضرر الأول. المتضرر الثاني المنطقة بأسرها. أما المستفيد وهو سؤالك في محله، المستفيد هو العدو الصهيوني طبعا، وال يعني القوى الإقليمية كفرنسا كأمريكا كروسيا، وأنت تلاحظ كل القوى دخلت الآن. أما في من صراحة نقول كلمة الحق، من يعطل كل هذا هم جنرالات الجزائر صراحة. يعني الجنرالات في الجزائر ولو كانت حكومة من رحم الشعب، والله أخصالها لحلت هذه القضية في 10 دقائق، 10 دقائق لا غير. طيب، لكن معقولة هناك طرف أكان عسكري أو سياسي لديه مصلحة في خلاف الأشقاء؟ شو المصلحة يعني؟ أنا لا أرى مصلحة شخصيا. مصلحة شخصية صالح، أخ صالح، ما هي المصلحة هذه؟ شوف أخ صالح، أنت مصلحة مادية، لأنه هم أصلا مثلا جنرالات الجزائر يستفيدون مثلا من قضية هذه المشتعل تبع الإرهاب. وأنت ترى الميزانية للجيش، والجيش الجزائري في عمومه الجيش الجزائري جيش وطني، ولكن نحكو على قيادات الجزائر، على قيادات الجيش. يعني تود القول بأن زيادة مثلا وزارة الدفاع ستذهب فائدة لهذا الجنرال أو ذاك مثلا؟ الأمر كذلك أخي صالح، لو أردت أبعث لك يعني اللي يسموها بالكوميشن، أنت عارفها، اللي أخذها، اللي يسموهم الوسيط بين يعني بين بائع الأسلحة بين الجزائر وروسيا مثلا، ستراها صدقني أخ صلاح أكثر من 20 و30% يأخذها السمسار، يعني هو الوسيط للسلاح. طبعا هم المستفيدين الأولين. أما المغرب دفعوها، وأنا لا مع هذا ولا مع ذاك، أنا مع الشعوب. فالمغرب دفعت دفعا للارتماء، وهذا لا يبرر ذاك، يعني لا يبرر أنها ارتمت في أحضان العدو الصهيوني، ولكن الجنرالات الجزائريين مستعلة وأخ صالح يعني. طيب، حتى نصل إلى سؤالنا دائما السؤال الرئيس، هل ترى دور للمغرب الآن والجزائر فيما يجري في فلسطين أو لبنان، أم لا دور لهما الآن نهائيا؟ لا دور على 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 البتات، إلا ما يعني ذر رماد على العيون. الجزائر في الأمم المتحدة، الجزائر أقوى من ذاك يا أخ صالح. الجزائر لو أرادت صدقني، لو عملية بسيطة أقول لك، لو توقف الغاز يعني الغاز الطبيعي غدا على أوروبا، والله لا صالح لتوقف الحرب، خصوصا ونحن على أبواب الشتاء، خصوصا ونحن على أبواب الشتاء. نعم، فقط توقف الغاز، بس الغاز الطبيعي وسطنا. شكرا لك سعيد من أمريكا، أشكرك، شكرا لك، وصلت الفكرة. محمد من الجزائر. السلام عليكم أخويا صالح. وعليك السلام. السلام عليكم. وعليك السلام يا أخويا صالح. أعطيني الوقت، أعطيني الوقت، شو ما أعطيت لهم.
انت جوزت خمسة مغاربة جوزتهم وما جوزت جزائري يتكلم. انا نقول هذا هو اسأل حماس على جنرالات الجزائر. اسأل حماس على جنرالات الجزائر. ونحذر، نحذر مالك المغرب ونحذر تبون، نحذرهم من ضربة الدهر، ضربة الدهر. نحذر مالك المغرب ونحذر تبون، نقول له رد بالك من ضربة الدهر، ضربة الدهر تطيح. نحذرهم في زوج. وانا نقول لتبون، نقول له احنا عندنا عدو قديم، عندنا عدو قديم فرنسا. انا هذا العدو الجديد انا تاع المغرب ما نستعرف به، انا ما نستعرف به. انا عندي عدو قديم هنا في فرنسا. للاسف يا محمد الاتصال انقطع من عندك. اما ردا على انه ليش عديت المغاربه وما عديت الجزائريين، انا لا افرق بين هذا وذاك. انا ارتب ما ياتيني اولا اعطيه المداخله اولا، وهذا ما جاءني من الاسماء. هداك الله على كل حال، اسات الظن بنا. محمد من ليبيا يقول ان انتقاد هؤلاء الدمى لا يعد ان يكون مضيعا للوقت، فاليوم يجب استنهاض الشعوب التي ينبغي عليها ان تغير واقعها. لماذا والشعوب التي تدعي الحريه لا تضغط على حكوماتها لتتخذ الخطوات التاليه؟ ايقاف تصدير الغاز والنفط الى الدول المصدره لهما، الغاء عضويتها من الجامعه العربيه، ويتبع ذلك اجراءات اخرى ذات سقوف عاليه، يقول محمد من ليبيا. طيب محمد مثنى من اليمن يقول هؤلاء ليسوا زعماء، ولكن هؤلاء سفراء الكيان الصهيوني بالوطن العربي، وجهة نظره طبعا. موسى نصر من الأردن يقول الخلافات المزمنة بين الجزائر والمغرب على الصحراء يمكن حلها بمساءلة سكان الصحراء، إن كانوا مغاربة تكون الصحراء للمغرب، وإذا كانوا جزائريين تكون الصحراء للجزائر، وإذا كانوا خليط بين مغاربة وجزائريين يمكن إنشاء دولة مستقلة مجاورة للجزائر والمغرب. وجهة نظر يعني المسألة يبدو لي أعمق من هذا. على كل حال، مصطفى من المغرب يقول وجه كلامي إلى عقلاء المغرب والجزائر وهم علماء البلدين على ضرورة التذكير أن المسلم المغربي أخو المسلم الجزائري، وتجنيب الفتنة والحرب بين البلدين. لا نتمنى أن تكون حرب بين الأخوة، وإن كانت فالكل خاسر فيها. نعم، الآن دور العلماء مهم جدا ليقفوا مجتمعين ضد التهييج الصهيوني والغربي. أدركنا الوقت، أشكر ولد السالك من العيون والعديد الحقيقة من المشاركات الأخرى لكن لا يبدو لي الاسم واضح. أعراب جودي من الجزائر، رفيق شكرا لك، الدفالي عزيز من المغرب، عزيز من المغرب، أبو مريم من الجزائر، إبراهيم من الدنمارك وآخرين، أشكركم فردا فردا. ولكن اسمحوا لي هذا ما سمح به الوقت، نختم كالعادة بفقرتنا الأخيرة مراسلو الرأي الحر. طيب نبدأ برسالتنا الأولى. أصالة من سوريا تقول كما ضحكني تعليق وزير الخارجية السعودي للصحفيين بالاختصار لوجود لديهم ارتباط، كان من الأجدر بهم أن ينضموا لهم وينظموا لهم حفل واستضافة مغنيات عالميات وقضاء يومين حلوين مع بعضهم، أما قضايا الأمة يلزمها ناس ناضجة وقد المسؤولية، تقول أصالة من سوريا. عبد العزيز من السعودية، يريد عبد العزيز يختصر لأن الحقيقة هذا أكثر من العدد الذي نشترطه لهذه الفقرة، خمس أسطر على أقصى تقدير يا عبد العزيز. الإصرار العربي والإسلامي على التذكير بحل الدولتين وضرورة قيام الدولة الفلسطينية مهم لأنه يرتكز على دعم الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، لذلك العالم الإسلامي يرمي الكرة في ملعب الأعداء ويحاججهم بأدواتهم وعبر منظماتهم التي تنظم العلاقات الدولية، ولن يصح إلا الصحيح. وينك عاد عندك عقود يا رجل وانت تطالب بهذا الموضوع. أما للمطالبين بإعلان الجهاد والحرب لتحرير فلسطين فهذا سهل ولكن في الوقت المناسب، أما الحرب الأكثر صعوبة هي معركة تحقيق سلام الشجعان، كنا يسميه الراحل أو كما يسميه الراحل ياسر عرفات، شجعان يا رجل وهم يذبحونك في غزة ولبنان، ما زال في حاجة اسمها سلام الشجعان. خالد من البحرين، حكام العرب رحماء بشعوبهم يحافظون عليهم من الإيذاء وليس مثل حماس والإخوان المسلمين في هدم المعبد علما فيه مقابل البقاء في السلطة،
انظر ماذا فعلت حماس في شعب غزة بعد قرار غير محسوب في معركة طوفان الأقصى وما نتج عنه من مآسي وألام ودمار وعشرات الألاف من القتلى والمفقودين ومئات آلاف الجرحى. والله أنت لو كنت مسؤول على أوروبا ربما كنت جرمتها جميعا وأدخلتها للسجن. أنت اقرأ التاريخ سترى أنه في الحرب العالمية الملايين ملايين ضحوا بأرواحهم في سبيل ماذا؟ الخلاص من النازية. أنت الآن تعيب على الغزة أنهم تصدوا لهذا المحتل المجرم النازي. ماذا تريدهم أن يفعلوا؟ يرفعوا الرايات البيضاء مثل حضرتك حتى يدوس الصهيوني على رقابهم كما فعل معكم مع بعض زعمات الخليج. تبا لهذه الأصوات والله العظيم هزلت. في ناس تنظر لك للعبودية ولهذا الأمة ما تزال هزيلة. محمد من فلسطين: الوساطة القطرية المصرية لم تفعل شيء، الدعم العلني تحت إشراف الأمة العربية والإسلامية هو الحل الوحيد لوقف الإبادة بغزة. نختم بعبد الله من إسبانيا أرسل إلينا مشكورا بهذا الفيديو وهو مواطن مغربي طبعا يقيم في المهجر، يعلق على الحكم الصادر على الصحفي حميد المهداوي في القضية التي رفعت عليه من قبل وزير العدل المغربي. نتابع. وانتصر الباطل على الحق، وانتصر الفساد على السلطة الرابعة، وانتصر القمع والباطل فقط في بلادنا العربية. وقع ما كنا نخشاه، وحكم القضاء المغربي على الصحفي الحر والنزيه حميد المهداوي بالسجن سنة ونصف سجنا نافذا وبغرامة قدرها 150 مليون سنتيم، تعويض لوزير العدل المغربي بين قوسين عبد اللطيف وهبي، تعويضا له على الضرر الذي لاحقه، رغم أن الصحفي لم يتحدث يعني من هواه، وإنما تحدث بالأدلة القاطعة وبالوثائق والمستندات التي بين يديه. فأنصف نشكر عبد الله من إسبانيا، كانت آخر رسالة نشكره. على كل حال أدركنا الوقت، بإمكانكم جميعا الاستفادة من هذه الفقرة بعجالة شديدة. الرقم أمامكم الآن على الشاشة، من يريد أن يرسل إلينا بفيديو لا يزيد عن دقيقة يريد يتفضل يسجل بهاتفه النقال ويرسل إلى هذا الرقم اللي أمامكم وهو رقم واتساب 044-77-627-809. غدا بعون الله موعد جديد مع الرأي الحر، أستودعكم الله.